يتدخلون في الضرورة القصوى. مسافة العمق عمق المائي هي 32 متر. المسافة التي تم حفرها إلى حدود ساعة تتجاوز 22 متر بقليل. يجب علينا أن نصل إلى عمق 32 موازي إلى الثقب المائي لكي نعمل على حفر ثقب أفقي في حدود 3 أمتار، وهو ما سيتم إن شاء الله لو تيسرت الأمور. هناك فريق تقني مختص ينتظر ساعته لحفر الثقب المائي الثقب عفوا الأفقي في حدود 3 أمتار. العملية جد معقدة صعبة لسبب بسيط، هو أن نوعية التربة جد 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 هشة، مخافة الوقوع في الهدم أو الردم أو تضحية بأناس يشتغلون في عملية الحفر. كما ترون هناك حفرة جد جد كبيرة تستدعي مجهودات متواصلة، وتم تشغيل أقصى ما يمكن تشغيله. مركز القيادة الإقليمي للأمن منعقد بعين المكان برئاسة السيد العامل، حضور مختلف المسؤولين الجهويين بعين المكان لاتخاذ إجراءات المناسبة. تقنيين الحفر، تقنيين المسح التوبوغرافي مشكورين لهذا المكان. أجدد شكر الجسم الصحفي والساكنة المحلية على التعاون الإيجابي الواقعي مع الواقعة. مجهودات الوقاية المدنية تتواصل بين أثينة والأخرى تشبثا بالأمل، تشبثا بالوصول إلى الطفل ريان. الثقب المائي كلما زاد العمق كلما ازداد ضيقا. الأربع الأمطار الأخيرة لا تتجاوز قطر الثقب المائي 35 سنتيمتر، وهو من الصعب بل من المستحيل بمكان أي شخص كيفما كان عبوره. بالنسبة للمدة الزمنية من الصعب تحديدها، لأن المدة الزمنية تختلف من متر إلى آخر. هناك نوعية تربة، هناك صلبة، هناك هشة، أحيانا تواجه بعض نوعية الأحجار. لذلك من الصعب الجزم في تحديد المدة الزمنية المتبقية. المجهودات متواصلة على قدم الوسط، ونتمنى إن شاء الله أن تحل لنا نفس عسكر. كيفاش كيطمنا على الحالة ديال قيد الحياة؟ التشبث بالأمل بالحياة يظل قائما، هي الطبيعة الإنسانية. لا يمكن لأي شخص كان أن يجزم بشيء غير الحياة. هناك لا يمكن الجزم بغير ذلك. نتمنى من الله تبارك وتعالى أن لا تقع أي عملية للهدم أو الردم لكي نصل إن شاء الله إلى جسم الطفل. لكن هو سيد باقي في غير الحياة. لا يمكن للجزم غير ذلك من غير الحياة. هناك مؤشرات تدل على أنه مازال على قيد الحياة. سيد الرئيس، بعد ما يعني الاسبيكر ذكر ان المعطيات يعني حقيقيه تدل على يعني عمق الحفره، يعني عمق الثقب المائي هو 32 متر. الحفره التي يجب احداثها يجب ان تكون بعمق 32 متر. اللي حفرناه لحد الان تجاوز 22 متر بقليل. نتمنى في الساعات القليله القادمه كما ترون المجهودات متواصله ان نصل الى نفس المسافه الموازيه لقاع الثقب المائي لكي نعمل على احداث حفر ثقب مائي افقي في حدود 3 متر. هناك فريق متخصص للعمل عندما يصل دوره، وان شاء الله بدعوه جميع المغاربه ان شاء الله وبمجهودات الجميع نتمنى ان نصل الى الطفل وهو سليم معافى. وشكرا لكم. المشاهدين الكرام كيتسائلوا علاش تم منع المتطوعين من النزول الى الحفره. سؤال وجيه، سؤال من حق اي مواطن مغربي ان يعرف الاجابه عنه. اولا تمت القيام بنفس المهمه من طرف عناصر الوقايه المدنيه، محاولات ومحاولات ومحاولات متعدده دون جدوى. هناك شباب متطوعين سواء من جماعات تمرد من دوار إغران من أقليم شفشاون أو من مدن بعيدة، تمت الاستجابة لرغباتهم الملحة، نشكرهم على مبادراتهم تلك، لكن دون جدوى. المشكل يطرح في الأربع الأمطار الأخيرة لأنه القطر المائي جد جد ضيق بل من المستحيل بمكان عبور أي شخص مهما كانت بنيته الجسمانية. اللهم إن كان طفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات، وهو من البديهي ومن غير المقبول أن نغامر بأرواح المنقذين. والسبب الأكبر من كل ذلك هو أن البئر قديم لمدة تتجاوز 7 سنوات عشوائي، لا تتواجد به مياه وتربته هشة،
إذ نزل إلى إذ في محاولة النزول نغامر إلى حد ما أن تقع عملية الردم، وهو ما لا نريده على جسم الطفل ريان، وهي عملية إن شاء الله تقنية جد معقدة. نسألكم الدعاء. سيد الرئيس، واش غنسمعوا شي أخبار إن شاء الله في 24 ساعة الأخيرة إن شاء الله صار على طفل ريان؟ العملية مستمرة تسارع الزمن، أيدينا على قلوبنا تشبتا بالأمل والحياة، نتمنى من الله أن تتكلل المهمة بنجاح يا رب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.